الولايات المتحدة الأمريكية ترصد جوائز مالية تصل إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تتعلق بقادة من PKK. ونشرت السفارة الأمريكية في أنقرة صوراً لثلاثة قياديين مع وضع جوائز لمن يكشف عن هويتهم أو مكانهم. وسائل إعلام كردية تقول إن المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرتها شرقي الفرات تشهد حركة نزوح باتجاه الداخل عقب تصاعد الحديث عن قرب عملية عسكرية تركية في المنطقة. مقتل عنصر لقوات النظام خلال محاولة تسلل لهم في محيط مدينة عنذان بريف حلب الشمالي أدت لاندلاع اشتباكات مع الفصائل المقاتلة في المنطقة، تزامنت مع قصف عنيف استهدف حي الراجدين ومنطقة البحوث العلمية. مجلس الشعب يقر تعديلات على القانون رقم 10، حيث شملت التعديلات رفع مدة تقديم الوثائق للتصريح عن ملكية العقار من شهر إلى عام وادعاء أصحاب الحقوق أمام القضاء العادي. نظام الأسد يبعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومجلس الأمن الدولي يبلغهم فيها تمسكه بأربعة شروط لتشكيل اللجنة الدستورية، بينها عدم فرض أي جدول زمني وضرورة إشراف الدولة السورية على عملية تعديل الدستور. وزارة المالية في حكومة النظام تكشف عن حجز أموال 40,000 سوري خلال عام 2017 بتهمة التورط بأعمال إرهابية ضد الدولة.